كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ عمركم بخير على خير؟ كنتمنى باش تكونوا كلكم في صحه جيده واحوالكم تكون كلها بخير على خير. وانتم كتشوفوا فيديو ديال هذا النهار، مرحبا بكم معي في فيديو جديد، مرحبا بالناس الجداد ومرحبا حتى بالناس القدام. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي مرحبا بكم عندي في القناه. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس اكيد الى عجبكم المحتوى، وخليوا لي امشي لايك كومونت زوين بحالكم. وهذا ما كان المهم البنات اللي ما جيتكم دايره بحال شي تعريجه، حيت صورت واحد لا فيديو للتيك توك والانستغرام ديال هاد اللوك هذا. باي ذا واي اللي مهتم بالميك اب وداكشي غادي نخلي لكم انستغرام ديالي في لا بار دانفو او لا صندوق الوصف، تقدروا تدخلوا وتتابعوني فيه حيت كندير الميك اب فيه. المهم دونك فوالا البنات، لا فيديو ديال هاد النهار الصراحه مطلوبه بزاف 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 بزاف، كيف ما غادي تكونوا شفتوا في المينياتور وقريتوا في العنوان. اليوم لا فيديو على منتجات ثالثه، واش نعاود نشريها اولا ما نعاودش نشريها، نو واش توب اولا فلوب. راه هاد النوع ديال لا فيديو كيعجب بزاف بزاف ديال الناس وانا وحده منهم، لانه مفيدين بزاف تو سامبلومون، ما كيخليوناش نتقلبوا. راه البنات انا شخصيا ما كنجيش ونشري البرودوي سواء في سكين كير اولا في الميك اب اولا في اي حاجه، حتى كندخل كنشوف الناس كيفاش كيهضروا عليه في انستغرام في يوتيوب، وكنشوف بزاف ديال الاراء. وهذيك الساعات ملي كنشوف الاغلبيه ديال الاراء مثلا قالوا عليه باللي كومكو زوين، ويعني حتى لا شريتيه ما غاديش تسمي ضيعتي فلوسك فيه، عاد باش كنشري داك البرودوي؟ يعني ما كنمشيش ونشري، خصني حتى نشوف الناس اللي مجربينه من قبل. لهذا قررت انا ندير الجزء الثاني من هذا لا فيديو ديال توب او لا فلوب. دونك عندي بزاف 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 ديال لي برودوي، او جو بونس با كو غادي نبارطاجيهم معكم في فيديو واحد، يمكن غادي ندير جوج ديال الاجزاء، هذه غادي تكون بارت 2 ومن بعد غادي ندير لكم بارتري او الجزء الثالث. دابا ما عرفتش الصراحه باش غادي نبدا لكم، واش بالشعر ولا المهم جو بونس غادي نبداو بالشعر. وباول برودوي اللي هي هاد لا كريم ديال فونتين اللي كنت بارطاجيت معكم منين جديت، يمكن هادي شي 3 شهور ولا، كنت اول مره غادي نجربها حيتاش اصلا جديده يلاه جابوها، وكنت قلت لكم منين غادي نكمل القرعه غادي نبارطاجي معكم الراي ديالي فيها، واش مزيانه ولا ماشي مزيانه، بما انه اللي متبعيني من قبل غادي يعرفوني شحال كنحماق على لي برودوي ديال فونتين. دونك هاد لا كريم ملي كانوا خرجوها كنت شريتها وكنت كنستخدمها، وصراحه ما كنتش كنستخدمها غير بوحدي، كنت كنستخدمها انا وليت وحتى الامير كنت كنستخدمها له، فيها البامبوس وفيها البروتيين. هذه ماشي ماسك ولا شي حاجه، هاد لا كريم كديروها ابري لا دوش، يعني حتى كتغسلوا شعركم وكلشي وكديروها وكتبقى في الشعر ديالكم، ماشي كتغسلوها عاود. صراحه البنات هاد لا كريم زوينه زوينه بزاف، شحال ما شكرتها لكم ما غاديش نكفي حقها، واعره كتعطيكم نيت داك لي في ديال السوان بروتيين، كتخلي لكم الشعر ديالكم رطب رطب رطب، تاخذوا الناس اللي عندهم الشعر ديالهم ناشف بحالي انا كنعاني بزاف حيتاش عندي الشعر ناشف بزاف، وراكم عارفين الناس اللي متبعيني من قبل عارفيني شحال كنصايب شعري شحال كنحرقو بلا بلاك، كنحاول دائما قد ما حرقتو نعالجو كثر باش ما يبانش داك الضرر فيه وما يتضررش ليا. ورخيصه ماشي غاليه، يمكن ما بقيتش عقله، يمكن شريتها شي 3 اورو ولا شي حاجه. بالنسبه للناس اللي عندهم شعرهم دهني ديروها غير في لي لونغور، بالنسبه اللي عندهم شعرهم جاف بزاف ديروها حتى في لي غاسين، ولكن ما تكثروش منها، هي ما كتزيد الشعر، هي اون فوا كديروها كتيدغاتي لكم كتعطيكم واحد لابغيونس، ولكن ما كتعطيكمش داك ما كيبانش داك لي في انه شعركم مزيت. زوينه بزاف، جربوها البنات ورجعوا عليا في لي كومونتير. هذه سالات وغادي نمشي نعاود نشريها. المهم هي هادي، دابا ندوزو لتاني حاجه وتاني برودوي البنات، نبقاو في لاماك ديال فونتين، هو هذا الماسك ديال الشعر كيف ما كتشوفوا. يمكن البنات اللي متابعيني من قبل هذا الماسك حفظوه بكثره ما كنوريه لكم دائما، ولكن فريمون بكثره ما كيعجبني بزاف هذا الماسك كنعشقو، كنحاول ان نبارطاجيه معكم دائما باش الناس اللي جدادين يتعرفوا عليه حيت فريمون زوين ويستاهل انكم تجربوه. بالنسبه لهذا الماسك البنات كنستخدموه في لادوش كيعطيكم داك ليفي ديال شعركم نازل ليس رطب 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 وخفيف بزاف، وكتبقى فيه واحد الريحه ما نقولش لكم. واهم حاجه هادشي كامل كيبقى مورا ما كتغسلوش شعركم، حيت الاغلبيه ديال الماسك اللي كنستخدمو في تحت لادوش منين كديريه كيكون شعرك رطب وكلشي وكتحسي به خفيف وزوين وكلشي، ولكن اون فوا كتغسليه بالماء كيطير داك ليفي كامل ديال الماسك. مي باغ كونطخ هذا ديال بونتين لا البنات، كيبقى شعركم مورا ما تغسلوه كيبقى لكم رطب خفيف فيه الريحه الزوينه. بالنسبه للناس اللي كيسيبوا شعرهم بكثره بحالي انا، بحالي اللي كيهيئ لكم شعركم داك لا بلاك او لا السيشوار او لا ديك لا بروس اللي كتستخدموا، حيتاش فريمون كيخلي لكم شعركم خفيف ورطب، يعني اون فوا كدوزوا البلاك كدوز ما تحتاجوش انكم دوزوها بزاف. بالنسبه للثمن يمكن الثمن ديالو يمكن شي جوج الاورو شي حاجه، ما وصلش 3 اورو، جوج الاورو شي حاجه، وغادي تلقاوه
بارتو، يعني في مرجان، في كارفور، بيم. انا هنا في المانيا كناخذو يا من غوسمان يا من كاوفلاند يا من دي ام. الماسك بالنسبه ليا توب مليار. ودابا البنات غادي ندوزو لثالث برودوي في الشعر اللي هو هاد السيروم ديال باليا، كيف ما كتشوفوا اللي كتشوفوني دائما كنستخدمه في الروتينات ديال الشعر وداكشي، ولا ملي كنجي نصايب شعري دائما كنشاركو معكم حيت فريمون كيعجبني بزاف بزاف، وهذه مده وانا كنستخدمه صراحه زوين بزاف. هذا البنات دايرينو بالزيت ديال الارغان، فيه الريحه فنه فنه فنه، فيه واحد الريحه غزاله كيخلي لكم الشعر. تقدروا تستخدموه قبل الدوش ومورا الدوش، انا كنستخدمه قبل الدوش كسوان الشعر ديالي، وكنستخدمه مورا الدوش كسيروم كيعطيني كيهيدراتي ليا الشعر ديالي، كيعطيني داك لابريونس. حيتاش بزاف ديال الناس كيسولوني دائما شنو السر ديال لابريونس في الشعر ديالك، كنستخدم البنات غير هاد السيروم. دائما راه كنشاركو معكم في لي فيديو، هو هذا البنات كنديرو كيف ما قلت لكم قبل الدوش، وكنديرو حتى مورا الدوش. مورا الدوش البنات قبل ما كنجي نصايب شعري، ومورا ما كنجي نصايب شعري، قبل ما كنجي نصايب شعري كنستخدمو كبروتيكتور دو شالور اولا واقي الحراره، حيتاش راه فيه ماده كتحمي لكم شعركم حتى 230 دوغري من سيشوار، من البلاك، من لابغوس، من بابيليز، من اي حاجه فيها الحراره. راه مكتوبه هنايا مكاتبين لكم باللي كونكوا كيحمي لكم شعركم حتى 230 درجه ديال الحراره. يعني قبل ما كنصايب شعري كنستخدمو كواقي حراره، ومورا ما كنصايب شعري كنستخدمو باش كيهيدراتي ليا، باش كيهبط ليا الشعر ديالي ما كيخليهش يتشنتف ويتنفخ، وباش يعطيني داك لابغيونس، و اومام طو كيخلي الريحه زوينه بزاف في الشعر. دونك هو هذا البنات زوين زوين زوين، واعر بزاف، ما عندكمناش تخافوا منه انه يخلي لكم داك ليفي ديال شعركم مزيت وداكشي، با دي تو، كي ما كيخلي لكمش كاع داك ليفي انه شعركم مزيت. وصراحه زوين بزاف، حتى الثمن ديالو رخيص بزاف، كنشريه يمكن بشي اورو شي حاجه ولا جوج الاورو شي حاجه، المهم ما وصلش ل 3 اورو فما كتشوفوا. هو هذا البنات غادي نبقى دائما نشريه دائما نشريه دائما. ودابا البنات ندوزو للبرودوي الثالث اللي هو هذا لو جيل انتيم من عند نيفيا، هذا الخضر، المهم الغلاقه ديالو خضراء. كاين بزاف ديال الانواع، كاين الغوص، كاين الموف، كاين بزاف ديال الانواع، صراحه انا ما مجرباهمش باش نحكم عليهم، مجربه هذا الخضر واللي نقدر نقول لكم هذا اكبر تخربيقه زربيقه، اكبر كذبه. صراحه انا كنت شريته باش زعما نبقى نغسل به لا بارتي انتيم وداكشي، ولكن منين جربته دار لي الحكه. حبست واحد الفتره وقلت بيتيت ماشي منه، يمكن انا نعاود نرجع ليه، ومنين عاود رجعت كنغسل به عاود رجعت لي الحكه. دونك هذا بالنسبه ليا اكبر فلوب. هذا البنات كنت شريته من لا فارماسي يمكن بشي 4 اورو شي حاجه بحال هكا، ما بقيتش عاقله. وليني فريه 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 فريه، ها انتم راه مازال عامر، سمعوا ما غاديش نعاود نشريه وما نعاودش ندور بصحته. ودابا البنات غادي ندوزو للوجه وغادي نبداو باول برودوي اللي هو هذا الجيل نيتوايو من عند باليا، صراحه زوين بزاف بزاف. هذا راه دائما كتشوفوني كنغسل به وجهي. هذا البنات بالنسبه للناس اللي عندهم بشره حساسه بحالي والبشره جافه، يعني بشره حساسه وجافه او ميم طون، ولا الا جافه بوحديتها وحساسه بوحديتها. دونك هذا البنات دايرينو بالورد، لي زيكسترا ديال الورد ولي زيكسترا ديال اللوز، راكم عارفين اللوز شحال زوين بالنسبه للبشره وبالنسبه للشعر. دونك هذا دايرينو دايرينو بلي زيكسترا ديال الورد ولي زيكسترا ديال الماندل اللي هو اللوز. كيف ما كتشوفوا راه صافي ساله، بقات فيه زقه لاروب، وماشي اول قرعه وماشي ثاني قرعه وماشي ثالث قرعه. صراحه بكثره ما كيعجبني، جربت بزاف ديال لي جيل نيتوايون، جربت ديال نيفيا، جربت ديال كارنيي، جربت ديال نوتروجين هذاك الزرق، جربت ديال سيغافي، المهم ديال سيغاف، جربت بزاف ديال لي جيل نيتوايون، وكندور وكندور وكنرجع ليه حيت فريمون زوين بزاف. اول حاجه البنات شنو كيعجبني فيه، ملي كنكون دايره مثلا ميك اب شارجي بحال هاد الميك اب، ما كنحتاجش نهائيا انني ديماكيا بلانجيت اولا بالديماكيون ولا شي حاجه، كنحيد لي فوسيل، كندير طرن طرن، كنغسل وجهي مزيان مزيان به، ما كنحتاجش حتى لابغوس، كنغسل به غير هو بيدي بحال هكا، كينقي لي وجهي مزيان، كيحيد لي الميك اب كله كيف ما بغى يكون، واتر بروف ولا ماشي واتر بروف، كيف ما بغى يكون الميك اب كيحيدو.
الماسكارا العكار كلشي كلشي كيحيدو فريمون كينقي لي وجهي. واهم حاجه انه ما كيحرقش العينين، انا حيت عندي العينين حساسين بزاف، الا مشى حتى دخل ليا الجيل نيطويون في عيني كيحرقني بزاف. هذا البنات ما كيحرقش نهائيا في العينين واخا كيدخل لك في العينين. ثالث حاجه البنات هي انه ما كيخلي لكمش لابو ديالكم تكون ناشفه، يعني ما كيخلي لكمش داك لابو ديالكم ناشفه بزاف هكا كتحسوا بها ناشفه، لا نهائيا البنات، كيخلي لكم لابو ديالكم رطيبه بزاف. الثمن ديالو البنات رخيص بزاف، كنشريه باورو و29 بحال هكاك، واش اورو 19 اورو 29 ما بقيتش عاقله، المهم اورو وشي حاجه ما وصلش لجوج الاورو. صراحه زوين بزاف، غادي نبقى نشريه ونعاود نشريه ونعاود نشريه. ودابا البنات ندوزو لاول برودوي في سكين كير اللي هو هاد السيروم ديال الالوفيرا من عند لوريال. صراحه هذا زوين زوين بزاف، وليت كناخذو حتى لماما. المهم غادي يبان لكم بقات فيه واحد شويه. بالنسبه لهاد السيروم البنات شنو هو المفعول ديالو؟ المفعول ديالو هو انه كيرطب لكم البشره وخلاص، ما كيدير لكم حتى شي اف واحد اخر، ما كيعالج لكمش المشاكل ديال البشره اللي هي مثلا الا كان عندك الحبوب كيحيد لك الحبوب اولا كيوحد لك اللون ديال البشره اولا شي حاجه، لا بتاتا، من غير انه كيرطب لكم البشره. ومنين كنقول لكم كيرطب لكم البشره راه فريمون كيرطب لكم البشره من العمق، سختو لا داومتو عليه. هذا البنات دايرينو بالالوفيرا، وراكم عارفين الالوفيرا الفوائد ديالها والمنافع ديالها سواء للبشره سواء للجسم سواء الشعر، فريمون معروفه بزاف سختو بالترطيب. بالنسبه للثمن ديالو كنت خديتو بشي 9 اورو و99، يمكن تقريبا 10 اورو كنظن في المغرب، غادي تلقاوه يمكن 90 درهم 100 درهم بحال هكا، غادي تلقاوه بارتو في لي غراند سيرفاس بحال مرجان كارفور بيم حتى هو كيجيبوه، غير هو الا مشيتو تشريوه من لي بارفيمري حضيو راسكم ما يقولبكمش. بالنسبه ليا البنات هاد السيروم توب وغادي نبقى نشريه دايما. ودابا البنات غادي ندوزو لثاني برودوي في سكين كير اللي هما هاد الماسك. كيف ما كتشوفوا هنا عندي جوج ديال لي ماسك، جوج هما البنات كيحيدوا بهم لي بوان نوار اولا الرؤوس سوداء، هادو بيل اوف ماسك يعني كديروهم وكينشفوا وكتحيدهم بحال هكا، هما راه كيقصحوا واحد شويه، دونك واحد فيهم فلوب وواحد فيهم توب. كيف ما كتشوفوا بجوجهم التوب ديالهم كحل، هذا كبير واحد شويه وهذا صغير واحد شويه. هذا البنات كنت شريته من المغرب يمكن بشي 25 درهم ولا اكثر، ما بقيتش عاقله الصراحه. هذا بيك بيك فلوب، هذا عباره على خزعبيله، هذا عباره على اكبر تخربيقه زربيقه هو هذا. الا مشيتو تشريوه واخا ما غاليش يمكن 25 درهم، ولكن حتى 25 درهم راها فلوس، يعني ملي كتعطيه في هذا بحال الا شديتي 25 درهم حطيتيها في الزبل، حسن لكم سيرو تصدقوا بها احسن ما تشريو هذا الماسك. هذا فريمون بيك فلوب، ما كيحيد لكم حتى شي حاجه، بالعكس عاد كيزيد يوسخ لكم المسامات ديالكم اولا لي بور ديالكم. ملي كتحطوا الماسك وكتحيدوه ما كيحيد لكم والو، كيقصحكم، هو راه غادي يقصحكم سختو الا نشف بزاف راه كيقصحكم، ولكن ملي كتحيدوه كتحسوا باللي داك لي بور ولاو فيهم نقطات كحل من الماسك، يعني كيخلي لكم الاثر ديالكم في داك الاثر ديال الماسك في لي بور، يعني عاد كيبانوا لكم لي بوان نوار حتى الا ما كانوش فيكم بزاف غادي يوليو فيكم بزاف. هذا ما تشريوهش، هذا ما تشريوهش، هذا ما تشريوهش. ندوزو لهاد الماسك البنات اللي حتى هو ديال لي بوان نوار، هذا كنت شريته من عند اكسيون يمكن شريته بشي اورو شي حاجه. كيف ما كتشوفوا هذا راه هذا رخص على هذاك اللي قلت لكم فلوب، هذا كاتبين فيه شاركول فاسيال ماسك بيل اوف، راه كاتبين راه كاتبين باللي كوم كوا راه كيحيد لكم لي بوان نوار وكينقي لكم المسامات، وراه فريمون البنات كينقي لكم المسامات كيحيد لكم لي بوان نوار. غير هو هذا غادي يضركم بزاف 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 الى درجه انه عينيكم غادي يدمعوا، ولكن راه فريمون كينقي لكم لي بور ديالكم ملي كتحيدي وكتشوفي ما كتشوفيش الخوا، كتشوفي فريمون بلي كاينين دي بوان نوار في داك الماسك، يعني كيحيد لكم لي بوان نوار، كيحيد لكم داك الزغب الرقيق في البشره ديالكم الا كان عندكم الزغب. صراحه انا ما كنستخدموش لوجهي كامل حيت انا وجهي حساس، دونك غادي يولي وجهي حمر بزاف ولا يمشي يدير ليا شي حساسيه ولا شي حاجه، كنستخدموا لهاد لا بارتي ديال النيف اللي عندي، اصلا ما عنديش لي بوان نوار في وجهي كامل وما عنديش الشعر الرقيق، عندي لي بوان نوار غير في هاد لا بارتي هادي وهنا في هاد لا بارتي، دونك كنستخدمو غير هنا وهنا، كندير طبقه ماشي غليظه وماشي رقيقه، يعني طبقه تكون هكا متوسطه باش كتنشف ليك مزيان وكتنشف دغيا، حيت الا درتي شي طبقه غليظه بقيتي تما ما غاديش تنشف لك حتى الغدا. دونك فوالا هو هذا، وفريمون ملي كديروه وكينشف
كتحسوا بالبشره ديالكم تشدات، يعني داك الشيء كيمص لكم كاع داك لي بوين نوار اللي عندكم في المسامات. وهذا البنات هذا بالنسبه ليا توب 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 زوين. وغادي نعاود نشرب البنات، غادي ندوزوا للميكاب وغادي نبداو لكم بهذا لونتيسيرن هذا ديال اسونس كوزميتيكس. راكم عارفيني شحال كنحماق عليه، الناس اللي متبعيني قبل غادي يعرفوا شحال كنحماق عليه. فريمون كنستخدمه بزاف بزاف بزاف، حيتاش انا شخص اللي ما كنستخدمش فون دو تان بشكل يومي، يعني فون دو تان ما كيتحدش في وجهي من غير الا كنت غادي نصور شي ميكاب تيتوريال ولا عندي شي مناسبه ولا كنت مشهيه انا ندير شي ميكاب شارجي، عاد ديك ساعات باش كنستخدم الفون دو تان. اما بشكل يومي ماشي حتى بشكل يومي، انا ما كنستخدمش ما كنديرش ميكاب يعني بشكل يومي، ملي كنكون غادر للمدرسه ولا ملي كنكون خارجه ولا من غير الا تشهيت ولا من غير الا كانت عندي الكانه. دونك نقدروا نقولوا بشكل يومي مثلا، حيتاش الاغلبيه ديال الوقت ملي كنكون غندير ميكاب كنستخدم غير كونسيلر. بالنسبه للكونسيلر اللي كنستخدم بزاف بزاف مؤخرا اللي هو هذا ديال اسونس كوزميتيكس، كيف ما كتشوفوا هو هذا، راه هذا ساله ما بقاش فيه، شفتوا خوا. وعاود شريت واحد، يلا شريته يمكن ماشي بزاف شي جوج سيمانات كيف ما كتشوفوا هو هذا. صراحه البنات لي كونسيلر ديال اسونس كوزميتيك زوينين بزاف، فنين واعرين بزاف، سيرتو هاد لا كوليكسيون هادي اللي سميتها كاموفلاج، هادي كاموفلاج مات كونسيلر، هادو فنين واعرين ما عندي ما نقول عليهم. لا كوفرونس ديالهم خطيره، يعني كيكوفريو ليكم اي حاجه تحت عينيكم، سيرتو البنات اللي عندهم لي ساخن باينين بزاف ما كينشفولكمش تحت العين. بحال دابا انا عندي البشره جافه بزاف، يعني خصني ضروري الكونسيلر اللي نستخدم ما يكونش كينشف تحت العين وما يكونش كيتخطط ليا كيدير لي داك الخطوط ولا كيولي اللون ديالو رمادي وداكشي. وهذا واعر، هذا غادي يوفي لكم بالغراض، الثمن ديالو رخيص رخيص بزاف، يمكن كيدير بشي جوج الاورو شي حاجه، بالنسبه ليا توب توب بزاف وغادي نبقى دائما نشريه. ودابا البنات غادي ندوزو للحجبان وغادي نشارك معكم هذا الايبرو جيل من عند اسونس كوزميتيكس كيف ما كتشوفوا. هو هذا البنات كيجي عباره على جيل وكتاخذوا بغوص وكتبقاو ترسموا به. غادي يبان لكم راه مازال جديد كيف ما كتشوفوا. صراحه هذا اكبر فلوب شفتو في حياتي. انا جربت بزاف ديال لي برودوي من عند اسونس كوزميتيكس وعجبوني بزاف بزاف بزاف، بارابور البري ديالهم راهم واعرين، وليني بالخصوص هذا الجيل ديال الايبرو، هذا الجيل ديال الحجبان اكبر فلوب. علاش؟ اول مره منين كتشريوه كيكون مازال برودوي يلاه جديد، غادي يعجبكم بزاف، غادي يبان لكم بلي كترسموا بسهوله الحجبان ديالكم، وليني المره الثانيه المره الثالثه نهائيا واش غادي يبقى يرسم لكم الحجبان ديالكم. كتبقاي خصك دوزي البروسه ديال لابروس ديال الحجبان مره الاولى المره الثانيه باش تهز لكم لا ماتيير، حيت اش كينشف كينشف، يعني كيخصكم تبقاو ديو وتجيبوا في داك البروس حتى كتشنت مسكينه حتى كتخسر. ومنين كتبقاو ديروا في حجبانكم ما كتبانش لكم لا كولور ديال الحجبان بلي كتبدل، ما كتبانش ما كيبانش لكم الجلف في الحجبان، يعني مصيبه كحله، كيخصكم ديروا وتعاودوا ديروا وتعاودوا يا ربي باش يرسموا لكم الحجبان. لهذا البنات بالنسبه ليا اكبر فلوب، ما نعاودش نهائيا نشريه. دونك فوالا البنات هنا غادي نحبس معكم لا فيديو، الصراحه مازال عندي بزاف ديال لي برودوي اللي نشارك معكم، ولكن غادي نخليهم حتى البارتو اولا الجزء الثاني باش لا فيديو ما تجيش طويله. دونك فوالا هادشي اللي كاين، جيسبر انو لا فيديو ديال هاد النهار تكون نالت اعجابكم وتكونوا استفدتوا واحد شويه ونكون خفيفه ظريفه على قلبكم. ما تنساوش الى عجبتكم لا فيديو تخليو لي امتي لايك كومونتير زوين بحالكم وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، هذا اهم حاجه باش تبقاو توصلوا بكل جديد. نلقاو فيديو جاي ان شاء الله، بسلامه عليكم، تهلاو فراسكم بزاف بزاف.